السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برامج بتعمل ريندر وبرامج قوية. زي ما انت شايف ده الريندر بتاعها، ومفيدة جدا للمعماريين، تشتغل كويس مع الشغل المعماري. وفي نفس الوقت البرامج دي مجانية تماما. أول برنامج معانا كلاريسيس ريندر انجين، وفي ناس كتيرة بتشكر فيه. وفي برنامج زي ما انت شايف سايكلز، ده برضو فيه صور كتيرة جدا معمولة ريندر، وبشتغل مع برنامج البلندر. ده برنامج لاكسس كور ريندر. كل البرامج دي مجانية اوبن سورس، وتقدر تشتغل لوحدها او بتشتغل مع برنامج بلندر او بتشتغل مع ال 3 دي ماكس كبلجن. وعندنا هنا ايفر موشن، ده برضو تقدر تعمله داونلود من غير ما تدفع فلوس ولا كراك ولا حاجة خالص. ويافا راي برضو. وبرضو هنا هنلاقي ده بلجن جوه البلندر، هتقدر ان انت تعمل ريندر. طبعا بلندر برنامج عملاق قوي جدا واوبن سورس ومجاني.